كم يوم اجت اللفايه ونظفت البيت نفض؟ انا بعرف اللفايات من بينظفوا منيح، يعني من قفا ايدهم. جاكي فوتي نظفي للاستاذ حازم البيت، بدي اياه هيك ها عم يضوي ضوي مثل المرايه. ما في داعي تعذبوا حالكم. ولو عذابك رح استاذ حازم. خلص لك هان، رح غير ثيابي وشفت لي شي مشوار قبل ما تخلص جاكي. طيب مثل ما بدك، رح ترجع وتلاقي عميل معنا معه. يسلموا ايديكي مقدمه.